الرئيس السيسي وجه المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. مدبولي يؤكد إلى الحكومة أولوية قصوى لملف الصناعة المحلية وتيسير إجراءات الاستثمار. الخارجية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد بشكل فوري خاصة خلال شهر رمضان. التاسعة مساء في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تمنياته للشعب الأردني الشقيق بكل الخير والتقدم والرخاء. من جهته أعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بحلول شهر رمضان. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا، بينما أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، وفي اجتماع آخر بحضور رئيس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال العام والزراعة. وجه الرئيس السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن القصير قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلاً. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية. وقد تم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة، بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 شهور. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلاً. وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة، لتتلائم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف الصناعة وتعمل على تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية في كافة المجالات. وأضاف مدبولي خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض ملفات عمل الوزارة أهمية دفع الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، بالإضافة للعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي احترام الدولة المصرية الدائم لحرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء بما يخدم مصلحة الوطن وصالح المواطنين. وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022، أشاد مدبولي بجهود المجلس لتغطية مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والقضايا التي تخص مختلف شرائح المجتمع خلال إعداده الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية مع مراعاة وضع آليات محددة للتنفيذ، وإلى اهتمام أكبر بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وضرورة التصدي لها والتعامل مع من يروجونها طبقاً للقانون. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية الجديدة. وخلال استقباله وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي لمناقشة استضافة مقر الوكالة الإفريقية للدواء، أشار مدبولي إلى أن الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن يستضيف مقر الوكالة. كما دعا مدبولي وفد الاتحاد الإفريقي لزيارة العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة وزيارة الحي الدبلوماسي هناك. نظمت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة مهرجان يوم الشهيد بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوي الهمم وعدد من الأطفال الأيتام وعدد من أسر الشهداء. تضمنت الاحتفالية تقديم الموسيقات العسكرية عدداً من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية، كذلك تنفيذ فقرة فنية بواسطة عدد من أبناء الشهداء والأطفال ذوي الهمم والأيتام. كما شاركت عناصر الفروسية بتقديم فقرة لركوب الخيل، كما تم تكريم عدد من المشاركين وعدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 95 قضية تموينية بمضبوطات تصل إلى 79 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 7 أطنان سلع غذائية مختلفة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 66 طنا. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 3 أطنان دقيق مدعم. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1897 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وبحوزتهم 1042 قطعة سلاح ناري، من بينها 147 بندقية آلية و130 بندقية خرطوش و45 مسدساً و719 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 231 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4107 قطعة سلاح ناري بحوزة 3392 متهماً، من بينها جرينوف، رشاش، و524 بندقية و363 بندقية آلية و203 مسدس و3013 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و484 خزينة، إضافة ل5221 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 62 تشكيلاً عصابياً ضموا 228 متهماً، قاموا بارتكاب 498 حادث متنوع، كما تم ضبط 546 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 267 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 439 متهماً، كما تم إعادة 21 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,169,697 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,759 حكم جناية وعدد 660,766 حكماً جزئياً و108,654 حكماً مستأنفاً ومليون و87,991 حكم غرامة و303,527 حكم مخالفة. أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة وما تخللته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين. هذا وقد أكدت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود وتكرس لمناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المتبادل. هذا وشددت الخارجية على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، وكذا وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية.
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ أن نجاح مبادرة الهدنة اليمنية والتي دخلت حيز التنفيذ يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ الاتفاق بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة. رحب المبعوث الأممي بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر لمدة شهرين، مؤكدا أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ اتفاق الهدنة. وأضاف جرونبرغ أن جميع العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا يجب أن تتوقف، معربا عن أمله في أن تتم ترجمة حسن النوايا الذي عبرت عنه كافة الأطراف علنا في صورة خفض للتصعيد الإعلامي والحد من خطاب الكراهية. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن هناك أبوابا للفساد في أغلب المؤسسات العراقية. وأشار الكاظمي خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية أن العراق بحاجة لنهضة شاملة في الدوائر الخدمية، وأن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف لطاقاته البشرية والاقتصادية، داعيا إلى أهمية إعادة هيبة الدولة وفرض النظام. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مجلس الأمن الدولي سيناقش بعد غد الثلاثاء ملف جرائم الحرب ما بين بوتشا والمدن الأخرى. وأوضح زيلينسكي أنه ستكون هناك حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، لكنه أشار إلى أنه أمر غير كاف، كما استبعد عقد لقاء مع نظيره الروسي قبل وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال مكتب الرئيس الأوكراني إنه يتعين فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا. وأوضح مكتب الرئاسة أنه ينبغي فرض العقوبات لاستهداف جميع البنوك الروسية وإغلاق الموانئ أمام سفن روسيا وفرض حظر على كل تجارتها. أكد المستشار النمساوي كارن هيمر أن الهدف الأول والأهم للاتحاد الأوروبي هو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بالإضافة لتوفير ممرات إنسانية آمنة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي. وأوضح نيمار بتصريح صحفي أن هناك اتصالات مكثفة بين كل من المستشار الألماني أولاف تشولز ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد تسوية عاجلة للحرب، لافتا إلى حاجة الصليب الأحمر إلى الوصول إلى المدن المحاصرة وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة. دعت بريطانيا إلى التحقيق في مزاعم شن هجمات على المدنيين خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا باعتبارها جرائم حرب. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها ستدعم بشكل مطلق أي تحرك من هذا القبيل من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت تراس ببيان أنه مع إجبار القوات الروسية على الانسحاب، فإن هناك أدلة متزايدة على أعمال مروعة ارتكبتها القوات الروسية في مدن مثل إربن وبوتشا القريبة من كييف. دعت روسيا لعقد جلسة في مجلس الأمن الاثنين لبحث قضية مدينة بوتشا الأوكرانية. وإلى ذلك قال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميندسكي إن المفاوضات مع أوكرانيا ستستأنف الاثنين دون وجود مسودة اتفاق أولى. وأضاف ميندسكي أن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تحرز تقدما كافيا لعقد اجتماع على مستوى القادة، وأن موقف موسكو بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير. كما أشار ميندسكي إلى أن أوكرانيا بدأت في إظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام. We'll be right back.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل جاء حرصا من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية. وفي مقابلة تلفزيونية قال بيسكوف إن الدول الغربية ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد لها باليورو وفقا لما نصت عليه الاتفاقات المبرمة بينها وبين موسكو، لكن الجهة البائعة وهي شركة غاز بروم الروسية ستتلقى المدفوعات النهائية بالعملة الروسية بعد شراء الروبلات مقابل اليورو. وأعرب بيسكوف عن قناعته التامة بأن المبدأ المذكور سيتم تطبيقه على مجموعات أخرى من البضائع التي تصدرها روسيا للدول الأجنبية. قالت إيرينا فريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من مدينة ماريوبول سيستمر. وأضافت فريشتشوك أن 7 حافلات ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستحاول الاقتراب من مدينة ماريوبول لإجلاء المدنيين من المدينة، فضلا عن تجهيز حافلات لإجلاء المدنيين من مدينة بيرديانسك. أرسلت بولندا قافلة إنسانية تحمل 1500 طن من المواد الغذائية إلى مدينتي خاركيف وزوبريكا بشرق أوكرانيا. وقالت وسائل إعلام بولندية إنه تم تنظيم القافلة بجهد مشترك من مكتب رئيس الوزراء البولندي ووكالة الاحتياطات الاستراتيجية في البلاد. وفي سياق متصل أعلن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فريقا تابعا لها يتوجه اليوم إلى مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوبي أوكرانيا. صعد المركز الاقتصادي الرئيسي بإقليم شنغهاي بالصين قيود مكافحة فيروس كورونا بعد تمديد جزئي لإغلاق مفروض بالنصف الشرقي من المدينة. كما طلب المركز بإجراء اختبارات كورونا على 25 مليون شخص لاحتواء موجة الفيروس الحالية. وأوضحت وسائل إعلام صينية أن شنغهاي أمرت بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا لكافة المواطنين هناك، أي ما يقرب من 25 مليون مقيم، وذلك في محاولة لاحتواء التفشي الحالي في المدينة، مؤكدة أن السلطات الصحية أعلنت أنه سيتم إرسال جميع الحالات الإيجابية إلى الحجر الصحي أو المستشفى، كما سيتم السماح للحالات البسيطة بإجراء العزل الذاتي في المنزل. تتوقع وزارة النقل الصينية انخفاضا بنسبة 20% في حركة المرور على الطرق وتراجعا بنسبة 55% في الرحلات الجوية خلال عطلة تشينغ مينغ التي تستمر 3 أيام، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا. وأعلنت أكثر من 27 مقاطعة ومنطقة صينية مؤخرا عن حالات إصابة بفيروس كورونا معظمها بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار، مما أجبر السلطات على فرض قيود صارمة على التنقل أو حتى عمليات إغلاق على مستوى المدن. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ل207509 مواطنين من خلال 162 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي. وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 32720 تحليل دم وطفيليات وأشعة وعقد 41955 ندوة تثقيف صحي، إضافة لتحويل 2101 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات إجراء الجراحات اللازمة على نفقات الدولة. يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية. شهدت محافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال مبادرة وصل الخير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشارك مجموعة من الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة بتنفيذ أعمال المبادرة عبر القيام بتوزيع الدعم لصناديق الحماية الاجتماعية على الأحياء السكنية.
النهارده يعني زي ما حضراتكم موجودين معانا كده، احنا بدأنا النهارده تدشين مبادره وصل الخير اللي هي بتستهدف ان احنا نوصل صناديق الحمايه الاجتماعيه لاهالينا من المستحقين في محافظه الوادي الجديد، وبنحاول ان احنا نوصل لكافه المستحقين. العمليه دي بتتم عن طريق التكامل ما بين كافه الجهات الموجوده معانا. التدشين الاساسي هو مبادره حياه كريمه، مؤسسه حياه كريمه حددت صناديق الحمايه الاجتماعيه ووصلت الصناديق دي لكافه المحافظات، والنهارده البدايه في الوادي الجديد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية وغير تابعة للوزارة، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات. كما أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات. أكدت وزارة التعاون الدولي وجود فرص للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة بمجال العمل المناخي، لا سيما وأن المملكة المتحدة استضافت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ للنسخة الماضية، وتستعد مصر لرئاسة النسخة الحالية كوب 27. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع السفير البريطاني بالقاهرة جارث بايلي، حيث تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها العلاقات الثنائية المصرية البريطانية وجهود التعاون الإنمائي من خلال مؤسسة التمويل البريطانية. عن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. درجات الحرارة المتوقعة غدا نصل مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة. بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
مدبولي يؤكد إيلاء الحكومة أولوية قصوى لملف الصناعة المحلية وتيسير إجراءات الاستثمار. الخارجية تدين التصعيد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد بشكل فوري خاصة خلال شهر رمضان. انتهت نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا عبد كل سنة طيب؟ ازيك يا رغدة؟ كل سنة طيبين. عاملين ايه؟ رمضان كريم. الله اكبر. الفطار النهاردة كان حلو؟ طمنوني. اهم حاجة كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. بالتوفيق يا رب. اشكركم واستاذنكم نبدا فقراتنا.